في جلسته الأسبوعية، مجلس الوزراء يناقش دراسة لوضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة. المؤسسة السورية للتجارة تبدأ استجرار الحمضيات من المزارعين في محافظتي اللاذقية وطرطوس لبيعها في صالات المؤسسة. أهلا بكم. ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس دراسة لوضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة. كما بحث المجلس إمكانية رفع سقوف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الغاية منها بالأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي زيادة الناتج المحلي وتأمين مزيد من فرص العمل. وأكد المجلس السعي لزيادة الكميات المتوافرة من حوامل الطاقة وتحقيق الأمن المائي والاستمرار بإعطاء الدفع اللازم لملف الاستثمار وتطبيق الفوترة الإلكترونية في التعاملات التجارية. وأكد المهندس عرنوس ضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة وتذليل أي عقبات أمام إنجازها. هذا وطلب المجلس من الوزارات والجهات المعنية وضع مصفوفة قابلة للتنفيذ لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتوقفة والمتضررة بسبب الإرهاب وتعزيز مشاركة القطاع العام الصناعي في التنمية الاقتصادية واتخاذ ما يلزم لاستلام محصول القطن من المزارعين والإسراع بصرف مستحقاتهم المالية. إلى ذلك طلب المجلس من وزارة الموارد المائية زيادة عدد السدات المائية في مختلف المناطق ومتابعة تحصيل حقوق سوريا من المياه الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. المساحة المخططة لزراعة القمح هي بحدود 1.5 مليون هكتار. تم توفير 70 ألف طن من البذار المعقم والمحسن الجاهز للتوزيع، ولدينا أيضا احتياطي استراتيجي بحدود 20 ألف طن من هذا البذار. تم تأمين الأسمدة اللازمة الفوسفاتية والأزوتية اللازمة لتسميد المساحات المزروعة. المحروقات أيضا تم تأمينها من خلال وضع برنامج زمني واضح مع وزارة النفط ولجان المحروقات في كافة المحافظات، حيث تم توفير مخصصات كافة المحافظات شهريا لزراعة كافة المساحات المزروعة. تم مناقشة اليوم وعرض واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها في ظل ظروف ما بعد الحرب. شركات هي 8 شركات تعمل بطاقات إنتاجية ضمن الطاقة المتاحة، و5 شركات خارجة عن الخدمة، منها من يعمل جزئيا ومنها ما هو مدمر نتيجة الحرب. اطلع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على دراسة نهائية للتوجهات الأساسية لمشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات. وتركزت الطروحات على ضرورة التنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي بما يحقق الصيغة المثلى لتوجهات الإطار الوطني ودراسة الموازنة المالية اللازمة للبرامج التنفيذية للإطار ولحظ مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة وضرورة توزع الخارطة التنموية في جميع المناطق لتأمين عدالة توزيع فرص التنمية وتحقيق التوازن التنموي وفق متطلبات الجغرافيا الاقتصادية الوطنية. موضوع اجتماع اليوم هو مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. طبعا معروف الإطار الوطني هو بعد انتهائه كعرض اليوم كمسودة نهائية بعد اعتماده يصبح هو الوثيقة الوطنية الأهم لإبراز محددات التنمية المستدامة من خلال تحديد فرص التنمية على مساحة القطر مع محاور التنمية ومع مناطق التنمية. هذا المشروع استراتيجي وهو وثيقة أساسية لهيئة التخطيط بمثابة لأنه بيحدد الدستور التنمية المكانية للجمهورية العربية السورية. الحقيقة أهمية الإطار بهالمرحلة كوننا نعيش مرحلة انتقالية
فنحن بحاجة إلى إطار مكاني تنموي يضبط المشاريع الاستراتيجية. أخذ الإطار عدة محاور وطور فيها بالاستناد أكيد على معطيات سابقة، وحط منهجية جديدة للعمل، وحط كمان عدة مستويات، تقسمت المدن إلى عدة مستويات بحيث أنه يكون لكل مستوى من هالمستويات له دور بالتنمية الإقليمية والعمرانية. بدأت المؤسسة السورية للتجارة استجرار الحمضيات من المزارعين في محافظتي اللاذقية وطرطوس مباشرة لبيعها في صالات المؤسسة بجميع المحافظات ضمن إجراءات الدعم الحكومي للمزارعين لتخفيف الكلف عنهم. وأوضح المهندس وسيم معطي المشرف العام على مراكز جملة أسواق الهال بالمحافظات التابعة للمؤسسة أن الكمية التي وصلت صباح اليوم إلى سوق الهال بدمشق 20 طنا، وستصل مساء اليوم كمية 30 طنا، حيث ستزيد الكمية اليومية بشكل متتابع ليتم فرزها وتوضيبها ورفض الصالات بها في محافظتي دمشق وريفها. وهناك سيارات جوالة لبيع الحمضيات في المناطق التي لا يوجد فيها صالات، لافتا إلى إرسال كميات أخرى إلى المحافظات الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية من محافظتي اللاذقية وطرطوس. وأشار معطي إلى أن تدخل السورية للتجارة من خلال إلغاء العمولات الوسيطة وتوفير أجور النقل والعبوات يأتي خدمة للفلاح والمستهلك في وقت واحد. قالت وزارة الطاقة البيلاروسية إن وزير الطاقة الروسي وقع مع نظيره البيلاروسي على بروتوكول بشأن أسعار الغاز لبيلاروس. وبحسب وزارة الطاقة البيلاروسية فإن البروتوكول يحدد الإجراء الخاص بتحديد أسعار توريد الغاز الطبيعي إلى بيلاروس في عام 2022، وسيتم تحديد المستوى المحدد لأسعار الغاز في وثيقة مشتركة مع شركة غاز بروم وفقا لشروط عام 2021. وفي وقت سابق ذكرت أنباء أن مينسك سددت بالكامل ديونها لموسكو عن إمدادات الوقود في الفترة من كانون الثاني يناير إلى أيلول سبتمبر. في السياق، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب يامال أوروبا. وتراجعت العقود الآجلة لشهر كانون الأول المقبل بنسبة 3.9%. وفي بداية التعاملات سجلت العقود قراءة دون مستوى $900 لكل 1000 متر مكعب من الغاز. وذكرت شركة طاقة ألمانية إن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال أوروبا زادت بأكثر من الضعف، وذلك بعد أن شهدت الإمدادات انقطاعات خلال الأيام الماضية. أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى السياسة مع وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.